بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدغا وكيكو يتبناد كساب سنا محاضرة تحضير الفقهاء من تفريد السفهاء كساب سنا قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما دور إلا وتنقعدا نصمركو إلا وتنقعدا فليا قاعدة ما أنت يروه الرئيسة والثانية والعشرون وتيل لباتن يلبات حكوس أبسن تاي روح أسر قانسن من دوريها عبي مسكحي سويسن شوقين هدوح قال لي ما علي ما دمعه حكومة اختلفوا في تكفير المعتدي بسكره والجمهور على عدم التكفير لانتفاء القصد الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ninka sarqaansan ee gaalnimada ama kufriga la yimid laba mid uu weeye in wuxuu ku sarqaamay aqligiisa zuuliyay oo wuxuu ku xadgudbay uu yahay xaraana oo u banaanayn iyo inuu yahay ruux aan xadgudbino laakiin si qaab kale ugu timid waalidu ama sarqaanku ugu yimid midtalan daawo lagu duray marka uu caafimaad ka raadinayo markaas waxay keentay in maankiisa iyo mirkiisa uu tago oo markaa gaalnimo ku hadlo ama biyo meel yaalla wuxuu mooday khamro meel taalla wuxuu mooday biyo caadi ah tufaaxa iyo khamro way isu egyihiin biyo uun yalow ah ama uun casuus la intuu mooday ayuu khamro cab kadibna wuu sarqaamay gaalnimo ku dhacay ninka maxaa uu xukuma jumhuur ahlicilm waxay leeyihiin ninka aan ku xadgudbin sukrigiiseen isagu iswaalin qasdan wacamdan aan isu waalin khalad biya khamra khaldan qaatay khamra ku khaldamay ama daawo intii lagu duray ku maanka uu ku doorsoomay gaalnimada uu la yimid ama wuxuu ku dhacay ku gaaloobay mahay maxaa yeelay qasdi saxiixan laga haynin lintifaa'il qasdi saxiix aqligi baa tagay maanki baa tagay miirki baa tagay mar hadduu miirkii maanki tagay caqli ma jooga caqlun wuxuu ahaa manaatu takliif mar hadduu manaatu takliif ahaa عقلنا ماشي كبحيها دي وحاول إنك وحلوها يستمتشرا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذا إنك سرقان سبي آيات القرآن كتلمان تقولوا سنقرنا إني وحكوها الله وحكا صبحاها إلهي مركز سبحانه وتعالى بنص الآية وحكرنا سكرك مانعا من اعتبار قراءة السكران ننك سرقان سن قراءة لتحق ليو اللي اعتباريو يذكري سي سلا دي سيبو إلهي بلاش كسو قادم بادم وسرقان سيا نبينا عليه الصلاة والسلام سكرك إيو مانك أو تقاو حقصو قاضي إنه دفاعي وبابين أما كهر تقاها إيو حد الزنا صادرت ننك قرتي الزنا ذا وكي نبي يقول عليه الصلاة والسلام بل أرصد أفكيسة إن خمرائي كسو أريسو إيو حلها المال وحكر النبي عليه الصلاة والسلام مانعا من التكفير حديث كعلي في الصحيح وذكرنا إيسان علي بو حويري دقال كي بدر غنيمة دي سيبا النبي هل إيقسي هل كهلي هل كلو قوارا أيو النبي يقول داري لبدي حالات أيو وحان طمع مالي ما ألمها كم بيدا إنا كسو حاوة قرطون ربئي عاوز كسو قرطي إدخر هلي بان سوك حيي نين أنساري قلقي سورتي سيبان فريسيي هلي كتل بحري markaasaan aaday nin yahuudi ah oo qolyahan dahabkii fiday waxa dhalaaliy oo dabka ku shuqul leh inaan iskaal israacnoon xaabada u soo goro iga iibsado halihi meeshii aan ku aan fariisiyo iyagoo jooga yaa xamse oo khamro cabay baa guri u dhow ku khamro cabahayay islaanna ay u heesaysay qayna u heesaysay say uu heesaysay bay waxay u qaaday halihi bay rabtaa inay ku dirto duqi xamse ahaa رضي الله تعالى عنه ألا يا حمز إلى شرف النواء بيكوت لي قبل بيقاد حمزة سيفت باللبودي وأبرم برت سيفت باللبودي هليه بكورسكي كسو جوست هل بكورسكي ده بجوست حاقول لك تكليه كدو لي هليه بيرك والله صوب حيضف بصارت خمرة ده بكعب والله بده حالات لا بده حالات علي وحلو حان ربي أنا حليمة كو أروس عفوا فاطمة أنا كل استان ربي ومن ده عن ولي ما كرد يقوم حكوا سو قدم من ده عن وحكوها بيو labadii halaad ba adeerkii bay dhaafiyay xamse markan halihii oo keliyihii laga duleeyay beerkan lagala baxaan arkay kursigana go'an yahay meydu halkan wada yaallo bakhti ah ayaa nabi maxamed u cararay buu nabigan u tagay wax zayd maxaritha la joogaa nabi allow waxaan arkay mandhar aanan arag wax la mid ah ra'aytu mandharan lam ara afdaca minhu
ما بقى يسور راعي بوري يزيد بن حارثة وذا الصعودة حمزوي كقصنين ومرقانسان وتلأه بسود الاستاقن نبقى مركة حمزة عنانتي لقوه كالراعي صوبانو صلى الله عليه وسلم حمزة محاطة أوقا شوي الكرا ذلكوا هاي انت تكالمين لهاي نبقى حمزة عنانتي عرون أمو شي حمزة دوانا سرقانسا ما انكيسي مير كيسي مجوك نبقى انتو كوسو فيري وكور فيري وينه كوكوي وحولي هل أنتم إلا عبيد أبي أذيك يا علي محاتين برسو أضوميه أباهي متين عبد المطلب ما أنا إله الله يسان ما أنا أدقالي كرتان وركا دقاق مش نو مركو أركيون حمزة مقايا هاي أيو نبي قال هندي بقرتي ترتيب وكبح يقولي علي أبو سبرسي وحي أبو سين كرمك تنبواسي ابن قيم مركو قضية تعليقين وحول وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرة ولم يأخذ بذلك حمزة هذا الكأسجة هل أنتم إلا عبيد لأبي هدي نبي محمد لقوي له هذا واحد كلو مانك يسيمير كسقب وكوي له هذا محن نقول لها قلب نقول لها كافر بنقول لها حمزة لكن نبي ما تكفر لماذا حديث كعديو وذلك قبل تحريم الخمر حلو حمزة خمر ذا عبها يو إيه وسرقامها يه وحنا وباتوا لي بباتا جيزن وانت خبر الله حرمين هذا بخ حمزة كم أحد قد بين سكر جيسي إزواري دي سوي حوا وح أبنان أيو ليمد وح أبنان بول ليمد وح أبنان ما حكدش وحن لا بهان وسكران أكدش كديمنا سكران مح سكر ما حكدش وبودي أفلاجادي قال لي ما كتمت لا اعتبار ما هي مركة المعتدي بسكره إيو غير المعتدي ويكل الدويين نك أسوي مرك هذا آد سوى عليه خمر كسوى عبة وإذا دوا حكوت إنه كافر يهاي اللو عذر ده لماذا قصد يوصل لهان لكن وحيدين فلك أوسمي وقصد خمر ده إنه عبنا وقصد كسبنا وعبي أثار تكرد الله يسمى مرك كفر يميد إنه وام حي ووحيا وكرد شاسك السبب كيسي أفعاشيس شرعنا وحي تقانا روحه هذو فلك أقصده وكس أصمي اختيارا آثار تكرر توالى إلزامية ولذلك أيا قابيل وحال إلزامية أحد والبعد لقد لأدونك حق دره إن لغسيه قايب وكهيلو الدم بقى أساق لأنه هو أول من سن القتل بغير حق إنك بالله ويوحبوك قادنا إياه مركة وليه هالكاسي مارين وحيلي إنك معتدقة بسكره اللو عدر دار مهيو قاسد بيوسني اللهانين يعاملوا بنقيض مقصودي بالوارد قمي ولا إلزامنيا نمنو حد ين لك لقاضو ين لك لقاضين سي سبحان جيدا أما هكو حد قد بقى ميسون كو حد قد بين حد قد بكوا دنبي وحاران يهولك لوي لكن كفر قل لما إلزامين كرو لانتفاء مناطيه أها القصد الصحيح أما العقل نمنو مكة لقاضيا نمنو تفصيل تفصيل كحب من حيث الدليل حب بدن لكن هذا كوجا تانو مرة بقى نينك مركا أعذر داري نينك سرقان سنة قال لي ماذا أي كسب بحضة أما كتمت أعذر داري أم أعذر دارها يو أم لها قال لي مو كرد عي لكن ما نعبا كوك ما يملا أو حلي هاي ما كنت من قال لي ماذي محيون كنت من ويدي شرط السبب بان لهي نبا سبب كيبان كنت من أو وحن روح وكوها لو حيو قستي بماها إنه سيدن يده أو ما قصدين بقى وحش شيء أنا ما بقرنها يو وككلام المجنون والنائم وي مكلف بما أهمرك لن كان لقى في ريو أو انتفاء العقل أو القصد ما كان لقى أيو لن كان مكلف هكذا نقضه مرك هل كان صفيرنا يا إما أهنيك كفر بكل دعي حقيقة الكفر بقى لقى هلي لكن ما نعبا كقومي أو شو مرك أدسك إلى لي نينك أسوي لو بعذر داري ما هي نوركس وعدي إنك لقادن معتديه غير معتدي كي تفصيلينا حوليها ننا اثرت سبب الالزامين اياه ننا لما الزامين ما دام وصابك ولي موها سبب مباحه وانا قصوك على قادنا خطا مركا مرن سبب مشروع اي سبب غير مشروع اثار كالدوان بيليه قضية دا مركا الكاس انو كاتاكينا سيدا من حيث الدليل وحوي ان لك على قادة صوابة ان لك على قادة اي من حيث الراج الدليل حق بدن قاعدة الله بيطين صدحات التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في كفر التصريح أوله سفسطة وآخره زندقة
إن لك لقاضو قولك يا قائلك أو تدادو أحد كوحو سميه وكفري لك أصو كافر معها أحد كوحو كوها الله وقال لي لكن أصو قال معها أوله في كفر التصريح وقيد في كفر التصريح أوله صفصطة وآخره زندقة أو بالله وقيده رمك الله فيري وآفش مردمك براوي صفصطة واشيقة عقلي كبحسن إن معقول كأهين إيه روح عاقل أسن لإبن أما واجحد الحقائق حقائق دو الله إنكرو دو رويات كل الضفيرو إن روح الله إسقبتوي صفصطة اللي لا إنه أفش مرد مكو براو وعيار عقل قلو عيار هاي عروتا مغلي جواغي يرين بال لو دي أفش مرد مكو برا مكاسد دي ها ها لمردو هي هي لمردو محان دها محان دها لمردو هدي محادي قربتا هدي محادي قربتا لمردو ومحي المي هو وريري يا مرك واجه وريري وصفصد مركا تاسال ليدا واخر الزندقة دمات كيدونا وحكوب بالله بطا وريرين بيكوب بالله بطا وحنكو دمات الدين الآن زندقة محن كودنا أما صفصد صفصد وحي كجرتا الحقيقة الواحدة شيء واحدة وصف واحدة وذاتية وهل شيء أي أنا أنا قال لهم يقول نقول أنا قال لهم يقول نقول الذبح لغير الله مثلا أو قيدي بإله غيرك وحقه رعي قصدا أو جامع إله غيرك بوقه رعي قصدا عبد القادر جيلاني وكان أقوى رعي كان سقي بوقه رعي لبضه ذي مدو حادي كان أصوه ما قالوا بان كان وقالوا مدو والبان أو حسمي كان كالك وحسمي بوسمي إسكن نف بي قوى رعين إسكن نم بي قوى رعين إسكن مدي بي قوى رعين إسكن قاب إسكن قصد إسكن جيد يهين وحا إسكن خلاف سيهم مجره كلي ومحي اعتقاد كذن باك هلا الدوان كنا وحوقي وحنا قال متى مثلا كنا ما هو كان وحوقي وحنا كفرية مثلا أما كنا ما هو كان إنه وحوقي وحشي إنه يهاي حاران كنا ما هو وأنت لاختلاف اعتقاد ما فقط بتقول قايس وحاله وهذا هو شرك كنا شرك ما كان هو كافر يمشرك كنا ومسلم واحدة ومسلم واحدة حقيقة واحدة oo wax ku soo kordhay jirin marka loo fiiriyo ayada qudhigada la eego faa'ilka soo sameeyay la fiiriyo ujeedadu kale ay la fiiriyo xukumkeeda shariicu uu saaranahay waa mas'ala kale wax isbedelay ma jiro laakin kana wuxuu aaminsan yahay inuu waxaan u yahay wax khariban kana wuxuu og yahay inuu sanahayn kana wuxuu aaminsan inuu shay qusan kufri ah ama shirka ah liikhtilaaf al-i'tiqaad faqat لاختلاف الاعتقاد لاختلاف المعرفة والجهل فقط لأن حقائق دواني قصوم الرأي جهل يعلم حقائق وكما بدلان جهل مقدو حقيقة كاقليا أظن أنها قبطاء لكن شيء آثم يسا حكما بدلو ميس كان حكب بدلين ما هي رقا يهرتا حكب بدلين ما أظن بأنها قوانية قرح ذو صوب بحث هذا تساتر هذا قرح ما صوب بحن مياد دي نلكو هاي دا ساتر هذا ميش نل مجر ميسعوني ما هي أظن بأن هذا قبطي حقيقة واسيدة دي علمي ونحن بدلو شيء هذا أردت أن هذا كنت أردت وانل ضد سكوك بطنا وانل أضد في حيث وانل أقون تاضي أقون الآن تاضي حبك ما بدلان وحي ميشي كتشيري مركة وحاصف سطاة وعقلك عيار ومانك ينبني آدم كعياري إذا إلا إذا حقيقة واحدة يعني أنا يقول نقن قال لي ما أدي أنا يقول نقن إسلامي ما يقول نقريس أما وراك وحبان كويلين وشيء واحدة لقح وين هذا السوق هذا وأنا ما أحلى يجبيه وكدلي هذا الغرف ترى وكدلي حقيقة هو اسمه بدش مركا إلا إذا هو اسمه بدل إذا وشرك في حق زيد غير شرك في حق عبيد ومحي وصفصطة عقلك عيار إذا بدره إن زندقتها هنا وآخر زندق محاوله لأنه يقتضي اجتماع الشرك والتوحيد في شخص واحد والكفر والإيمان في محل واحد زيد كسوقات هران انتو سن اقور إله غيرك اما او سجود سنبك اما او سن إله غيرك برين فيما لا يقدر علي إلا الله انو اها مسلم كسوقات اسلام باو هري كدب نفل شرك ايو ليمد اسلام كورا دو برو ماشا كبحو شرك ان سوق كوردي سبب كي درتي او ماشا كبحو اهو شوا فالامر واضح فلا نغنق فيه وي هو الله حقيقه اسديدانو ان ملك كل مكرين هاد بهاد كعي اذا ثبت احد ما زال الاخر وي لكن هذا تيرادو زيد هرام مسلم بوها
وحب هذا سمينا وشركي يا قالمه لكن كما قالوا بهاي محاكو كل مزي كفر إيمان شرك يا إسلام توحيد يا إسلام بأسكويم عفوا توحيد يا شرك بأسكويم. إذن اجتماع حقيقتين متنافيتين نقيضين وكل ما في محل واحد وزندقة في باب الدين ما كبابك الله مريه باب الإيمان باب الإسلام باب الكفر والإيمان بانو مريه وزندقة محا زندقة حكا تيمد هدى أضابة وحد أمن سنة إسلام لو أتشيغن إيسا أذيغن أمن سنة مشرقا إلهي غير كي عابده هي هران إسلام كاها مسلم كاها إنو هدى ولي سيدا مسلم كوي هاي أذيغ أمن سنة أيا زنديق مرافق باتاي بمعنى إسلام نبا نمو جسنة إيسا مسلم باكم مودا إني لكن حقيقة ذات وامحي مسلم متيد مسلم متيد أفكا باركي سات كايد مسلم لكن وحد أمن سنة صورة سنة إيسا أذكرا قمت وذولي بكل فلين إن إسلام نبا إيو قال لما أي ملك كل مكان روح نصيدا ومسلم كأهاني بركة التفريق بين القول والقائل والفعل والفعل في كفر التصريحي أوله صفصطة وآخره زندق سيدا سنة كوادنا قاعدة اللواتني أفراد هذا الكوور ديرادين سوي هوريان ربا دور فدي لبا فدي كدي بي وحان قد بين التكذيب وحلو رنجري التكذيب شريعة يدين تي أحكام تشريعية إلا بيني والله بقيبوت تكذيب صريحة هي تكذيب غير صريحة الله قيبية بينين عد يضفراد عادي مدان عدين ومالدهن تكذيب كصريحة إنه كفرية هاي عينا روح اللواء أركان وكافرية هاي حقائق ده الشريعة أحكام الدينية ده معلومة الدين بالضرورة ننكي بينية إنه كافرية مسألة مر الله ما ومسألة إجماع بينها القبلة تكذيب غير صريحة أنا وحين كودنا تكذيب بالمآل تكذيب كما قال كأما لازم كأها صادرت كفرك الصريحة أما تكذيبك الصريحة أحد كلي يمت سلف قوة تكفيرية أصحاب رسول الله قوليه خوارج أو ياشد سلف الخوارج ذو الخوارج التميم يعيدا كيسي مركي النبي قد دورين عدالة ديسي والنبي يعيد دي كيسر داوعين عمر خالد صحابة النبي كاق دويت كل محيد هذا النبي الله قال أنت لك اللح إنه قال يا النبي واصل لكن حيولي أفكر لك أن دل كيزي أنا نقول حق بدي إن بقر رجع إسكال الله لا يموتها يا إن قد داي ديجيس لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أسح نقول لك حقوق قرها يا إن أن كان موتوا إن لدلو قال لمن هو كل عجال لو ياي لكن إلا عقابه أن دلو ما دام أوي هاي أذية حلو يقال النفاق الطعن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وحي كنت تعلق إلهي وحسي أنتم نورا العف أي النبي ولا حق العفو ولا حق الله سبحانه وتعالى وكفر جن يا حق الرسول بمشى كل مي إذن ما كي حق بن آدم حق الله كل ما وحال الرجحة حق بن آدم كإلهنا مشاسي وعفيا مكارمة وهو الكريم بن آدم كان لوسي دايا وحق ذا كل سنة على المشاحة نبي قال لوسي دايا هو شايا وكي رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر صبر يا نبي وقادنا يا بوري عائشة وكيتري حديث كانت قرنا إزاني صحيحينك نبي محمد ولي كومار قوصنين نفتيس وحو البولو قصميه إن حق إله خاص ما لك قد عمويه إذن تاسي مسألة يا هيدو هذا عفيس مفر لك حلق نبي محمد نبي هو عفيه جري هذا لك أنا ونك نبي كحد قدبة ومضو نبي حواجب كاين نبي أوهي لسو إنك أساق ميل سارتو قال ما هنقضى مثلنا نقضى إسلام هشكتو وي تكفيري مركز سلفكو اما صحابه ونك النبي قد دوري لان محوها تكذيب هي قدح هي طعن صريح وعطبوها سيدو كالي خوارج تكالي يقول كل دعي كفرك صريح اما تكذيبك صريح سلفكو وي تكفيريين اما التكذيب بالمآل بين انت يضفرد عن عضين يروح للازمين ايوه إيه الا سكو خلافي تكفيرين تيسا التكفير بالمآل واحد وتقانين نينك قبل تكفيرين ما هي معناه ما روح قال لي وكل دعي لكن ولو مسلم وحلو عذر دار يا تأويل إيه الجهل ما هي وحليه ولي كفر جبان لهلين نينك وحلي يمد أسوى كفر ما ما كان الميزان كشرع الله صاروا لكن هذا وحلي يدو حكرنا يا قال لي ما كله قال لي ماذا كله كذا الله يصير لازم كي مال كان أسوى ما قصد هاي ما الرمز زمان الدورانين نقول حكنا قاشا يا كفر ولي لم يهلين بكن قاشا يا
التكفير بالمآل أو باللازم خلاف كجر معها كفر جوال له لكن روحي مانع باك قومي إيوام أي نيكا كوكو تكفيرنا هي حولي هاي واحد تمس قد جيسا كفر يعني. لماذا لازم كملزوم كواس كميت نيكا ملزوم كلي ما دول لقى رشيه لي ما ده وح كده شو الوجود الجنية سيدا فلك الله تمد آثار الوجود الجنية نيكا هالك شو تاجي نيكا كوكو لازم كوكو تكفيرنا هي نيكا أن كوكو تكفيرنا لازم كي مال كانوا حولي ولا كفر اللي مهلين يكون عذر داري نيكو كتكفير كوم عذر داري نيكا أن كتكفير با كوم عذر حكوم عذر داري لانتفاء الكفر لكن ما كوم عذر داري لقيام مانع مع وجود الكفر لا بد وإلا كلا فهمه لقيام مانع مع وجود الكفر موسى ما قبى وحوق با كفر ولا إلا مهل إذن وحن مركان رمينا فهنتان انتوجنا وام حي أهل قبلها إلى أم من كان أهل بدع عودي أهل الصنوع هذا وحق قبى قال لما الله علي أوتشوك تار روحي لقوا عامل إسلام نمو وحق قبى مجرو دار النبى وحول حوليه كفر إلا مهل ولي ما هاي إنه كفر إن كان قال لما كبر دعين لكن هو هذا السلفي ذا شكتن ما له كه هذا إنه حي قبال كفرية قال لماذا وقال هلا واتني كو كده فلي لكن كم كم أطول دعين تبال كي دعى حكم أفر يسنن بيلي قضية ده مركز كيف قال والأصل إحالة انتفاء الحكم على انتفاء المقتضي لا على وجود المانع مع قيام المقتضي عوينا تلاذو صواب كمان لهلين منات كمان لهلين الذي من لهلين ولذلك معلولك إيو مسببك إيو حكم كساسي ماشي عقب بحين قاعدة الله باطن إشانات وقاعدة كساسة عامة أي علومة كساسة مهم جدا هذا كور من صوشي العلماء والعوام لا يكفرون في المسائل الاجتهادية وأنا أذكر قاتل مسائل الاجتهادية علومة مسلمين تا هي عامة هذا يكون خلدمان هي هذه أركتها هذا متكدون أي قاتان منا اللي ما قال يسينكروا المسائل الاجتهادية وحلو يقنا ومسائل كالدليل وسكس أرورين وما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل أو مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه دليل ظاهرة ومن كتاب أو سنة أو إجماع وحان اللهين أيا يا مسألة اجتهادية ومركا قياس إيوه قياس كخفي قالوا السعب قياس كجلي مسائل كخلاف كتاق يا حقا قلي دورا مركا مسائل اجتهاد محاكم بدا كوجوب النية الوضوء علماء حقيقة بان ويسيدا مركا لو يسقى ذانا إيوه إن نيادو أي الرقن من أركان الوضوء تاي أما على أقل تقدير شرط من شروط الوضوء أي تاي نمنا وحينا اللهم بحانو شرط بما إلهينا مشيقين با سورة المائدة آية الوضوء سوق بتكسو صار إلى النيو إذا قمتم إلى صلاة محل قبل الله فاغسلوا وجوهكم بالله حقين نيدا نقضى بوضع حنا في ذا كوكا وما هيسام من واحد دليل واحد دليل قصة أروري إن نيدا آية شرط أم ركن للوضوء ويسدى يقطعي ما هيسام ومسألة اجتهادية جواز الوضوء بالنبيد عصير كي الشراب كاد تمرت النبيد كالأمان لغصم عنبك بيها وحلقو خلطي حقنا مع شرابان لو عبها هي حقنا لقوه السنكرو إن لقوه يستوي بنات حنفية إلو دا قطع غير إنما نحن ما بنات لقوه يستو بيو ما تقول له ما هي عط ومسألة اجتهادية أصول الشريعة هي قواعد الشرعي هي استنباطات بالوخ ربيح موين النص عد متجرو إذن المسائل الاجتهادية لا يكفر فيها العالم والعامي تاسوي يسلفان أي الطاي كذلك مجتهدك لا يكفر في المسائل الخلافية نك مجتهدك عالمك أركت هذا متكدو أن هدو قاتو مسألة خلافية أو قاتو كما تكفيرين كما قالي سينكرت مسائل الخلافية التي يسوق فيها الخلاف بين أجهدنا مثلا أدقى واحد قبطة صلاة كتقدي دوني تاي كفري أصنا بحور ما يوافسقي كتقدي دو كافر باتمديه كرتيد وهذا قبلنا إن ترك الصلاة أي مسألة خلافية أو يسوق فيها الخلاف لو هذا إجماع سوقوري مثال مرة وجدت هذا تارك الزكاة تارك الزكاة أو مانع الزكاة مجرد المنع ما نجد القتال عليه مسألة كلوي مجرد المنع وكفر جماعة من السلف بلغ سوقوري إنما أنه حد قال لما ما لبع علماء اسكوها يسا لبضى أركتيدك لدوان كرقبه اسم التكفيرين كران
بيجمع اهل القبله، يعني اهل القبله مثلا ما كانوا مرين بحال المسائل الخلافين وان صوم مرة ومساله وقصه الدليل ظاهره ظاهر كتاب حديث صحيح وخبر احاده اجماع ظني ام مثلا او خلاف كتاغي يعني. ادله احتماليه باكتمت من حيث الثبوت او من حيث الدلاله اجماع مثلا نسكوها حديث اما حجيه دي ساكويمت قول الصحابيين او كلام مسائل كنوع عاسة اي وحلو يقنا المسائل الخلافيه وهي عكس نقيت قطها المسائل كي قطع جاها ان خلافكو وسنعنا مينين لو قالين او كلام كاو مجتهد اما عامي با كويمت عامي في المسائل الخلافيه والو قاليسين وحنا راعها يا راي القاضي والمفتي مفتي لو جاي وكحكم بها بلد كان مفتي بها تشوك وحنا قبا مثلا تارك صلاتي انه كافر يا عامي با لوك يعني صلاتي كتقم حولي هاي كافر وي استطيب فان تاب يقول لا ضرب العنق بالتاقية عامة يقول في المسائل الخلافية وتبع لقاضي البلد ومفتي البلد رأيه قبول راعة هي نين كان لقوا تكفيرين المسائل الخلافية وحوي ومجتهدك تاينا اسفانا الى تاوشا يضع المسائل مهمة جرتو حق مجتهدك او الوبر رغي مهم جدا مسائل خلافية مجتهدك اركتدو كقاتك ما تكفيرين كر هذوك قاتو زكدو الذي قال لهم ماها صلاه ولا قت قال لهم ما او ارغت او قبا انغو ان كو خلاف سنه كوما غاليسين كار ارغت ايدا ما دام مساله هي مساله خلافيه يسوق فيها الخلاف لكن كفعل اهان هذو لي ما دا شيء انا واركن انه كفر يا دليل انه دليل شيء انه تكفيرنا فرق بين النظريه الاعتقاديه في المسائل الخلافيه ايو ممارسه الفعل وكل الدويه مجتهد كي قبي صلاة ولا قطقو إني سنقال لما هاي إنه فسق تاي معصية تاي كفر دون كفر أيابا صلاة دي كت تجي ما حد قال لي دي وتكفير صلاة لماذا لأنه وطارق الصلاة لأنه مثلا إسكوه إني ما هين صلاة ولا قطقي ما حد إسكوه إني قفك كت تجي محاو حكم على إسكوه إني لبدين هذا واحد قبته إني تاي فسق أنا محان قبي كفري لكن صلاة بعد كتر الصوم هذا فعل بعض الله تبيت هذا نهضك حكومنا إن بحث قدو حكب اللوضي هذا وكب اللوضي هاي مركا أيضا وحتجي حديث قايد حديث كي علم الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان إلا أن تروا فجعل شارع الحكم للرأي للرأي إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان إن أضغو أهس الدليل عبا الرباء أحاديثي بعض الضلال إذا كنت مد طارق حسين وكافر يا هاي يا ظاهر القرآن إيو إجماع يسوقون بعض التابعين وأتباع التابعين إذا هوش هول خطر ويت ويكل الدوانتا إسكا إلالي ندري دا إسكو هيني إيو فالكينا أضغو فود اللقا شوي كل الدوين ويضبع إسكو هيني مثلا ننك إلى القرآن كوا مخلوق إنه كافر يا هاي وحول كافر ما وكان نقاش يصيغ حول انه كفر وما اركو وانسو خلاف الروا مساله يسوق فيها الخلاف النظري الاعتقادي لكن ادقي بايدي حتى حنا مثلا انا القران مخلوق وان كنت كثير لنا ويكل الدبنت وش ايدها كلفاف وضد باسكو خلد لا باب بيك لي مساله الشعبيه اسكو اي حنا بلدو شافعيه لقى سو غورين شافعيه لو تريا نص عدنا لو هينين قبردها اعطى شيء ايه مهر لانتا كودالاتي هورغوركا اما هورغال واحد تنادان با اما مهر كوينة واركي ريكون فريد ابنتك من الزنا ولا قرسان كرابي شافعي لهذه جمهور العلم الوحيد هذه لما قرسان كرو ما بنانو انت انا اسكو هينو هي ومسألة خلافية يسوق فيها الخلاف اسكو ما تكفيرين كرو لكن مجتهد كي هدوك قرسو دا قبر واسوق من زنا كرد عليك ورم احمد حور يقتل ولا دلاية ولا دلي حد كان لقى اوفن مايو حد كان لقى دفاع مايو خلاف كي سنه شبه الدارين لحد ما مدح على قضايا الى انه حاك لدوان النظريه الاعتقاد اسكو هي نيو ممارسه ويك لدوان تاي ترك الصلاه كفر ما هي واي هي انا اقول صلاه دي كتكتو والله وكل الباب هذا اللي هو شيء لا فهم مهم جدا مثل قاعده اللي صدني عفوا لواتني اللي حد
تكفير أهل الأهواء أين هوريان ربما مسألة ده ومسألة ده بدن تكفير أهل الأهواء سيدا خوارج ده معتزلة ده أشعري ده ما تريدية ده ما كان طلبة العلم التين أكثر كيد وين أوقاتان مسألة ده هذا كورو حنكوفها في أيام في مقالك جوابتي وذات كل لبناني قام محسو طمحي رسالة ما قاعد مقالك أجل البرهانية كأخري إن لك لقادي نظرية اعتقاد جاي فلكم الله إيمان يسيك لدوية جو المسبوق ما هنا الوجه البرهانية إن بدنا وحدكو أركيس وحيابا في طلبة العلم جاء واجي أنا والله بتركنه بداية البحث في هذا المسألة أن كنت أن أفي وحكمتها موقف السلف مواقف السلف أهل العلم ابن تيمية أصحاب تيزي أرداديزي أئمة دعوة النجدية قو أمضى كقاتين أهل الأهواء مركا الله ين أبحاث تكون صابسا أهل الأهواء في تكفيرهم والتبديعهم وتفسيقهم من ربضا والغضو ما هادو صنقوك لبع سنين كفر صريحة أيو كفر غير صريحة تكفيرك صريحة أيو تكفيرك مآلق إيه تأويلك أفضوا ماشي كبلا بطرة وماشي أفضوا أي كتمت كل متأول معذور يكسب بودي إن بدن ما لها سيكسب بودا أهل أهواجو سيدا خوارج دي دنبه يوم عزلدي أشاعر ذا ما تريدي وحي الله المال جهميد وكل قوت بيس دبقي قال يسين تلا قال يسين بدن كي ومن تكفير التكفير بالمآل أكثر هو من التكفير بالمآل صدرت بأركي سأل العلم وسكو خلافها هي ضوائف تقار كوت سكو خلافها خاصة ما تريدي أشعرية ذا أما ضد أرنها ومسلمين بأون وقال إلا تكفير سيدي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه محايا الأكثر هو من التكفير بالمعال دراسة أباهاي إحاطة أباهاي إن ما لابد أن لغفر مسألة أباهاي مركة هدي لكن كفر ونقول له كفر صريحة أما الروح شيء قال لازمين اللي قلت لك أنه قايب له وقاضن لها مرن بمي مادين إلا قال يسيو قضيضه ويكبح التكفير بالمعال وحي آدي كفر صريحة يسكب بدا شيء كفر صريحة يسكب بدا شيء هذا هو مركة إيه لا فرق بين مشرك ومشرك كافر كافر كلقات مرة ميلو البجوكتان كفر إيمان مقر مكران في محل واحد شرك إسلام مقر مكران في محل واحد سيدة ضبا لكن مرك إنه مرة إنه تكفير أهل الأواء إنه مرة إنه حانو فيرنا إنه ودادها لله تكفيرنا هاي أمو لعدر دارية موحيكا الله هايان كفر مآلقة أو هذا القضان ما قالوا ذو حكا لازم وحايا وحا مسو كفر صريح كجران بيليه كفر صريحة نينك كجر وعاط إنه قال ياي ومسألة إجماعية وبينها القبلة تهكو خلط منها وحل اسكوها هي وتكفير معالية صدرت عند جميع الطوائف يستحيل أن يكون مسلما في الدنيا ما وقع في الكفر عند جميع الطوائف وحام مستحيل أنصور قال هاين روحوا إنه مسلم في الدنيا في الدنيا قيد كوا مهم جدا لأنه إجماع إنه إيه يا سحان ربا وسك لبحين ويسو قران راوندي ايو جامعي يقول لي جاحد عيد كيسي اي ماشا يسكبح يستحيل ممتنع وي عقلا ونقلا وسمعا عند اهل القبلة انو روح النقض المسلم اصوه قال لما قل عي اختيار في الدنيا الدنكة لكن عند ملاحدة عصرنا محي قبان يمكن ان يكون مسلم في الدنيا والاخرة في حالتي الجهل والتأويل ومسلم في الدنيا والآخرة حتى في الدنيا ما في الدنيا والآخرة ومسلم أسوى كل عين شركي يكفري هدوسا قرنين أما أتأويش هذا كل خطأ ومعفون عني منك سوى يدوي لما كان مركا هدو حالو بأي إني كجوابا قوله تعالى أنت الملك اللي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحيلي قبان مركا أيضا الشركي أكبر روح سميبا اللورد عفايا من غير التوبة شرك أكبر روح قد عي إلى اللورد أفين من غير توبة ومسألة معلوم من الدين بالضرورة إذا محكي لي دي وروح أنك وسمي ومحوية هذا هو شرك أكبر كلها هي نين كان فل كان من اللورد أفين سو اللورد أفين لا ما هاي استوى أدم يقطع توبة كان ما يا هي جاهلية متأول وي فهو العصب أهل قبلة نحيدها هذا الشرك اللي مرة في يكفر أكبر اللي مرة في إلا بتوبة من أسلم حكوليها لا ما بعنا توبة ماشنا كله غبرا كفيل ورهد إنك رقبة وحاطر على وح شرك ما عد أنت على وح كفر ما عد لكن كفر شرك أكبر على ضعفها هي أنا خلي لسوها يسنين أنا دون لسوها يسنين
oo channel iskaga dhuflayn asoo laga toobad keenin diin islaam ma ma xaleeda baladku wax faansi masail dowra marka aanu gudbayna ku saabsan qadiyada takfiir ahli taawiil bal dowr masal baraarujina al khawarij oo ahlu taawiil ka aan ku bilownay waa ahlu lahawa ku bilow waa laba qaybo qayb ay tustay adilla min alkitab wa sunnah wal ijma' ala kufrihim ma al jahl wa taawiil hayeelay كو هذا إنه صور شئنا كم إذا كون نبي كحد قد بيع عدالة وحكا كشيء يعدل فينك لم تعدل يلي وكله متأولين بأهين لكن نبي قد دورين عدالة ديسيو عرض جيسي كفر بالغ حكومي مع جهل وتأويله وحكم إذا قليه من حزب كسر هلا أورنجري أورنجري سورة يوسف كم إذا بقها قرآن كواقصة إن لقوا عبقات الله وطلق لي صلاة ظهر شنطة واجب بمئه اللبن بالسكر ربا صلاة ركعتين بعد قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها إذن وخوارج النوع عصايد يعني نصوص يجمع بها كل من إلا تكفير محايل كفر صريح كتران إيوه قيب أيوه كفر التأويل لو هايستو بعض أهل العلم يسوقون إجمع إن يسان قالا أهين يسوقوا لي خطابي إيوه أبو القاسم التيبي يقول يا سوقوا لي لكن إجمع عزي وإجمع فيه النظر إجمع فيه النظر وأن منك كدقي ذنوبته وأوين كدقي كفرقة أصحاب الكبائر تكفيرين أيه نمانكا وينمانكا الله يسكوها أيه تكفيرين طوضا ونمانكو حكو حد قد بين دنبقي يوحي دافيين حد كيسو مرتبط الكفر بيقارسية لأن إسلام كي إيمانكو يتأثر بجميع الدنوب إما نقضا وإما نقصا بالي هذا إسلام كو سيدي سبي إيمانكو ويحي دنبقي يكسو كردا وكسا مبداوع وقيستا أما وود دمياها دو كفريها أكبر أي شركي أو إسلام كي بدوم أما وود داوعا ونقص بوقيستا ماشي النقص قال لك ربي خوارج وحي كدغين نقد بي بدلين يهدم بي بدلين مركه غولاد بين نقدين وحين غولاد نقدين في تعظيم الايمان بي كحد قد بين وليها مركه ايغ وي لبا وي كلا دو وداد تكفيرين واجره وقيب تاس على سوخ خلاف التكفير كود سيده راجع اجماع وخطاب سو غوري يا ابو القاسم التيمينا سو خدابي كسو خيغن صح ماها يعني خلاف دقيقه ودحي عند اهل العلم واصحاب الحديث ودحيه كتب الشرح بعد كتب السنة شروح ذا كفرين كرتان إذن وحن كربا خارجي اللغوها يو كفر صريح اللغوها يو فالأمر واضح فلا نغنغ فيه خارجي لكن كفر سوء التأويل يهينا والسكو خلافة صادرت أهل السنة والجماعة لم يكفروا أهل القبلة والجماعة أهل السنة والجماعة لم يكفروا إلا المخالفين له ولي الأركيس عامة وعلعلنها يا أهل السنة ما تكفيريان أحد كأيها خلافة وابن الغباء بيي أحبك بجران ونذرية فاسد صلى هاي عكسه هو صحيح معايا إلي أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث لم يكفروا إلا المخالفين له إما اتفاقا أو اختلافا أما هسكو راعي روح ضائفة التكفيرين تيذا أما هسكو خلافا لكن وحي تكفيريان أون أحد أيها خلاف سن سو أنت هون ما بيد محلوش يجي خوارج ومخالفين لأهل السنة والجماعة جهمية معتزلة أشاعرة ما تريدية نجارية ضرارية راوندية كحية سالحية ضوائفتي أهل قبلة رن يا تكفيري أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة إما اتفاق وإما اختلافا أو شمرك إسكو هذا مركي وافقها هي أنه ومرك كفر قوي هاي صريح مركي خلافها هي أنه مرك كفر قوي هاي مآليا لازم معتزلة إيسو هادو مسألة لبادة معتزلة يقول والله بقي بوت قيب لسكو وافقي إني قاليه للنصوص القطعية في ذلك قيبنا وعلسكو خلافه تكفير توضا وقيبت اللسكو وافقي قالي سينتوض وقيبت كل على كفره صريحة سيدا قلوه كسو الشيكي من حزم مركا نغني سيدا أنا سو الشيك أنسو قول أما قبي إلهي سبحانه وتعالى الضومض وحي السمايان وحقوق هذا فالكم مركو دعو كدب إلهي محيكو حكمين جاهل بيكو حكمين قليها سوكالي إي بيني علمك إلهي شامل كأبيني أما كتاب الله اللي ما علم في اللوح المحفوظ بيني نصوص قرآني نصوص قرآن قواطعي بيني يعني. إجماع سلف الأمة بيننا يا يعني ملك قرد عين كوا يقوى كفروا تكذيب هو تكذيب عضوي لأن التأويل في الضروريات وتكذيب تأويل لم يجد هذا
قوليها مركا يقوى وركض عادية قيب تكالي وقيب لسكوا خلافي قاليسين تودو محاي إلي صبل اختلاف كروا محاي تكذيب كذا وحوية تكذيب مآل ولازم ما تكذيب صريحة هذا بقى معتزلي مكذب كأه تصريحا لا يختلف في تكفيره نيك معتزلي إيه كفر صريحة كجر إنه قالها مرا ملا ميدك معتزلي كجر قال لي ما أن عضين خلاف كل سكو خلاف قال لي قال قال يسنتي سو حون قريا خلاف كاس من العسرية هي قال لي ما ذي ملاقيها لي مثل لقى مهلين إيه ما هوشو قال لي بكتير هاي لكن ما نعبا كقومي هوشا انت بدن ان كدي هايو حري ادو فاهمة اذا بدرون ماشي كتم هذا مالها سوي وحايسو هاري نمنكي قدرك نفات القدر اللي اعتزالك نفات القدر ويكال عام سيين ويكال دوين فرق يربع ودحي قولي حاجة نفات القدر ومعزلان هين باجرة أيونا والله وقب القيب والله يجمعين قاليهين وكل من نفى علم الله السابق وكتابته لما علم في اللوح المحفوظ لبضع الدرجة نك اللي هو أركي نفات القدر إلا بدأ الدرجة إلا قدركم مراتب أفروا لها العلم والكتابة والإيجاد وعموم المشيئة العلم والكتابة وعموم المشيئة أيه الخلق والإيجاد صدق أفرت رطبوها لا بدأ الدرجة رنينك الضفرة إنكر إلهي أرم ويوح والبؤقي هاي وعالم عالم بكل شيء وحا إيمان دونه يا وحي الله صورنا في يا وحتى تفصيلا وجملة تنبو ربي وقي هاي وحو البنا صورنا عنبو ربي وقي وقدري وقرشي أرم وايا نكا سوا كافر وي وعلمك إلهي إلهي بجهل كو حكومي إلهي نكا ما يقانو وي إلهي ما بيقانو وجاهل بالله والجاهل بالله هنا وكافر كذلك كتاب هذا نك إنكرنا النصوص قطعية بينه وبنان قتال من سورة البقرة إلى آخر إلى آخر القرآن كتاب هذا كتاب هذا هو إلى بعض إسراع عيسى مش أضوى مثل خلاء تكفير كذا وخلاف لبدا الدرجة والعلوس وعلم الله السابق العلم الشامل والكتابة إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير القرآن كمن ما نقارك في كتاب وكتاب هذا ودرجة الله بعد قطرتها مش أدوى مسألة خلافية كتكفير انتهى ذا وقاري دونا قوليها أيوه تكفير انتهى مرة ملا قيبنا وقيب لسكو خلافي قال وقيبته كم مرمي عموم المشياء هي خلق أفعال العباد أي وحي شرع إلهي ما أبونا أضمها أبوراني إلهي وحي حن معصية يكفر مدونين وحي صن أمبوطوني مشياء ذي بي قيبيين عموم المشياء كم مرمين أما خلق أفعال العباد بي كم مرمين أفر تبنينك كنت تكفيرية معتزله أما نفات القدر كنت تكفيري أفرت الدرجبة وحوتك قاليسي أيقو جهلاء ومتأولين نينك اللي بضعه كنت تكفيري كفر صريح إنه يهيبو آمن زيا نينك اللي بضعه الضنب يقول عردارنا وحو آمن مسألة مسألة مشتبهة أو شائكة أو نهين معلوم من الديني بالضرورة أو قطعية أهين خلاف كنا كجرانا أو أن لسكو تكفيرين كريم بوقبا واسيدة ودادا قاركو آية الماما تامر كيسكو أقاد مثل أفراد إيسو الرعدة خوارجي معتزل وحي قوانينك صاحب كبير النار قال إنا لقى صوب بحنينين لقى صوب بحن ماي ونا خوارة هيا هل كان مركا أيضا قول يا وحي هذا أنت بس هذا قفة اللي هو قال يسيو دينك كربحان أو قال لي ما صريح يكون دعان هل قضب أنا كوس بحيو خروج أهل الكبائر من النار ومسألة سمعية ليست عقلية اسكو هذا أهل الكبائر نار تنتهي قالار إن بشفاعة الشافعين أو هولك لأي كسوة بحان ورحمة رب العالمين أي كميتها أي كسوة بحان ومسألة سمعية مسألة عقل الوقر كرماء شارعة اللي قسوها هي والجهل بالسمعياتنا ليس كفرا وحاق كفري أها الجحد والتكذيب هذا بأنك جاحد نقضى وكافر عينا جحد التكذيب لكن مسورة قالوا إلا بالعلم قبل مرك وام حي هذا أردت مرك مسألة سمعية ننكو خلدان ننكو يعذر دار وحيو يعذر دار وجاهل جاهل كنا في هذا الباب وسمع في السمعيات ما هين كفري إذا كفر قل ما هيلين ويا معنو كفر قل ما هيلين ويا تكذيب يجحود بال الربي لكن نن جاحد ومكذبة مسلم نغان كرمر هذه منات كلها له قد يضاسنا إذا وين لقوا برادوا وانت أنك قتقنو وحيث هاري صفاتك
نفات الصفات بيقوليها المعزلة أيهين ومعطلة ليهذا معطلة ليهذا نينك كنت تكفيرين يا معزلة وحي أنفيين صفات كأنف نفات الصفات بي أنفيين نبقى معزلة صدح شيء بماشي كجرته أحكام يا أسماء يا صفات بماشي كجرته مركز اسم إلهي كهل إسفة كهل إسو صدح شيء بأجره لك هذا حكم يا صفئيه يا اسم مقعه إلهي وعليم ويعلم ونذو علم العلم واصفه عالمنا إيه علمنا ومقع إيه اسم يعلمنا حكم بالله في باب العقائد فعل بالله دينا فعل أولياء جميعك هذه باب المباحث العقدية كل مرة يعلموا حلو يقنا وحكم بالله معتزلته لابد ويقوله ويقوله إلهي وعليم وعالم ويعلم لكن وحيديدين ذو علم له علم بيديدين ويقوله إلهي وعليم لذاته لا لصفة قائمة به كلا فهم أو شيء هذا عليم لذاته سميع بذاته حكيم بذاته بصير بذاته قادر بذاته حي لذاته بتاغيه أسماء بيمك صفات ويقانان أسماء صفات بيلادان أسماء أسماء تقانان وسميع عليم صفات بيلادان أحكامتنا ويسوغيان مركاسا وحال إلزامي نمان يهو وحين عيار وي مربها داد إلهي علم أودي دنتين أو بصر إيه حياة إيه الرحمة أدي دنتين إيه قدرو أدي دنتين مقع أنتو يسوى ما عب بلاش وعند فقد الوصف لا يشتق وي مشتق أنو اسمك سو إمان إيه هدان الهينين مصدر كي إيه وصفك مشتق منه قاها فعلك حقيقة كإيمانة يا أما فعلك أصل هذا أما مسترك أصل هؤلاء هذا يتعلم إيه فعلك حقيقة كإيمانة يا هذو صن كإيمانين وصف إيه معنى كإيمانين وأنا نقد دكتك أنا نقد دايد أهل السنة نوركم مجرو إلهي وعليم ويعلم وحط تنصمية لذاته مرك تكفير كلا تكفيرنا يو تكفير بالمآل نفات الصفات مكلا نفي سوى نفي إلزامي الله سعده نفي إلزامي أوي ونكم عزيز وقرن لها إله وحمقه ونقول لها إلزامكو حقيقي لكن حلو وقيها يعلم حكم كبو سوقيا حكم الصفة وقليا هاي اسم الصفنا وقليا حكم مرمهايا ورمعنها اللي أردسان ما أمن سنة بقول لك إلهي هو عليم لذاتي لا لمعنى قائم به مركب مسألة دقيقة على الاسكوهاية مسألة إنا دي فانتان مرة واحد على الاسكوهاية مركب تكفير بالمال هل خاصو كإيمانية تكفير بالمال ومحان لين هاي ها انا فعل اسو غيزا اي مقع اذن اقلين مصدر كودي مصدر كادا ديدي مقع انا وادي دنت هاي وانا كوكو دشن هاي انا دي دنت حكم كنا وادي دنت وانا كوكو دشن هاي انا دي دنت هاي فانت كافر ورميه وركينا فانتين بيلت ومسألة دقيقة اهل الاواغ مركا لليه كفر ستكفير انتوضو تكفير كل وجالس واحد وجالس يبى دقيقة وفهم كعجبها عن وإن الملحمة وجشان الأوجالي لكن الكفر هو صريح يا هاي لا بأسكم ما خلافتين لا بأسكم ما خلافتين هذا الكيمان أنت من كده من سبحان كده راه لا يتم تغييرت قاعدة دربا يسوي يسمى هالكاسم كده استاجي إن شاء الله بارك الله فيكم حياكم.